طيب لأول وصفة هقول لكم على المقادير عشان نبتدي بيها. معانا 8 صدور فراخ، يكون طبعا 8 صدور فراخ مخليين من غير جلد ولا عظم، معلقة واحدة زيت ومعلقة واحدة زبدة. عايزين كده ان شاء الله نمشي بوتيرة معلقة زيت ومعلقة زبدة عشان بصراحة بتفرق في الطعم، ومدام صحيا الموضوع بقى ايه مفيش مشكلة زي ما سامعين اليومين دول، يبقى ايه لا مانع ان احنا نزود في الطعم شوية. معانا معلقتين كبار مية او مرقة خالي الدسم، معلقة نشا، 3 معالق كبار مستردة، ملح وفلفل، معلقة صغيرة بودرة بصل، وممكن إضافة نص كوباية كريمة طهي لايت. للتقديم معانا خضار سوتيه. طيب أول حاجة هنعملها هي الصدور الفراخ، إن احنا هنديها تشويحة المحترمة عشان نديها اللون الحلو، ده أول حاجة. نحط الشوربة هنا. على ما بقى الطاسة تسخن معانا هقول لكم على مقادير الشرب. طبعا احنا نستنى بس الطاسة تسخن، ننزل الزيت والصدور الفراخ وبعدين هنزل الزبدة. يا جنى. الو، ازيك يا جنى؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ انا بحبك قوي يا حبيبتي، تسلميلي. عندك كام سنة؟ كنت عايز طريقة الدنة. طيب حاضر، شكرا على المكالمة. طيب ننزل لها طريقة الدونتس، وعايزاكي تشوفيها برضو على اليوتيوب عشان تعرفي تتفرجي عليها أحسن على الطريقة. كنت عايزة بقى أقول بس عن العيش السن، لأن بلاحظ كتير جدا برضو بقابلهم اللي بلاقيهم بيقولوا لي إحنا ما بناكلش غير عيش سن وبقسماط سن وتوست أسمر. هحط ملح وفلفل وهنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض تاني ان شاء الله. اهلا بكم معايا من الفاصل. انا هفكركم احنا ابتدينا نعمل ايه. الاول حطينا الفراخ على النار عشان تاخد لون من الناحيتين، حطينا بس معلقه زيت. انا عايزه اللون زي اللي هي اللي في النص دي، شايفينها اللون ده انا عايزاه، فبيدي طعم حلو جدا وبيفرق جدا في طعم الفراخ. ليه انا بختار وصفات فراخ كتير؟ علشان الفراخ، صدور الفراخ بالذات، اقل دسم من الوراك ومن الحاجات اللي بتساعد جدا على الشبع. اهو اللون ده حلو جدا معايا. انا هبتدي بقى اعمل ايه، هحط مبدئيا بس شويه مرقه هنا عشان نفك كده. اه احنا ما حطيناش الزبده على فكره، مهمه جدا معلقه الزبده في التشويح برده، بس في الاخر، في اخر حته كده، حته كده مش مشكله دلوقتي او في اخر تشويحه بس عشان ما يتحرقش معانا. هحط بعد كده هنا بقى، نركز، هحط هنا، نركز معايا هنا بقى، سيبك من الزبده دلوقتي. ايوه هنا هنحط على المرقه النشا خلاص وبودره البصل، هنقلب حسب انتوا عايزين كثافه الصوص قد ايه، ممكن تزودوا النشا. هنحط فيها برضو المستردة وأقلب كله هنا عشان دي بالمستردة، وأقلب كله هنا. هتزودوا بقى الكريمة اللباني دي اللي هي كريمة الطبخ، عايزين تزودوها اللي هي قليلة الدسم، لأن بيتباع دلوقتي قليلة الدسم دي، بحسب ما انتوا عايزين، دي ترجع لكم. مش عايزين تبقى عايزينها دايت خالص، تبقى كده بس. هحط ده بقى بالشكل ده وهسيبه يستوي على مهله، لان طبعا الفراخ ما استوتش من جوه لسه. نظبط ملح وفلفل ونسيبها تستوي على مهلها. كريمه بقى ينفع نحطها او ما نحطهاش، دي حسب الرغبه.